ميراج فكر جديد في عالم التسوق عبر الشاشة. يمكنكم تحويل الخمامة إلى كنز، وتحويل الغرف العادية إلى مساحات عيش مدهشة، وتحويل مظهر المنزل خلال ساعات. يمكنكم القيام بذلك مقابل هذا السعر الرائع. الكمية محدودة وعملوا الهاتف بانتظار اتصالكم. اطلبوا أداتكم الآن. هذا الباب سيكون شكله جميلا، لكن طلاءه صعب. الفرشاة تعمل بشكل جيد على الأشكال المسطحة، لكن الوصول إلى هذه التفاصيل سيستغرق وقتا. مع Paint Zoom يمكنني طلاءه في أقل من دقيقة. حسنا، لنرى ماذا يمكنك أن تفعل. ها هي ساعة التوقيف، سأكمل حيث انتهيت. سأنتظر إشارة. هل أنت مستعد؟ استعد، انطلق. الآن أريدك أن تشاهدي كيف تقوم Paint Zoom بصنع طبقة جميلة وناعمة من الطلاء في كل مرة أقوم فيها بتمريرها على الخشب. إنها تصل إلى تلك التفاصيل دون أي مشكلة. وهل لاحظت شيئاً؟ لا فوضى ولا بقع ولا شيء. أسوأ جزء متعلق بالطلاء هو تلك الفوضى. أتعرفين ماذا أيضاً؟ Paint Zoom خفيفة الوزن ومن السهل حملها. نعم، انسوا أمر تلك العلب الثقيلة وتلك الصواني. حسناً، ها هو الجزء الذي كنت تواجهين المشاكل فيه. نعم. صحيح؟ لم يتسبب لي بأي مشكلة. انظر إلى ذلك. انظري إلى جميع الزخرفات والزوايا. راقب هذا. في كل مرة أستخدم فيها Paint Zoom يبدو الأمر كأن شخصاً محترفاً قام بالطلاء. لما استخدام فرشاة أو بكرة والمعاناة من الفوضى والاضطرار للتوقف أكثر من مرة، بينما يمكن للمرء استخدام Paint Zoom وتنفيذ هذا المشروع خلال 58 ثانية في أقل من دقيقة. أقل من دقيقة، وانظروا إلى النتيجة. إنه رائع. لدينا منزل صغير للعب في الباحة الخلفية لابني، ومرت على وجوده هناك فترة طويلة وقد بدأ يبدو قديما، لذا قلت له إنه يمكنه طلاؤه باللون الذي يريده، وعندئذ اختار اللون الأحمر. لذا ذهبنا إلى المتجر واشترينا طلاء أحمر. أمسك ابني Paint Zoom، وكل ما كان علي القيام به هو إعطاؤه درسا بسيطا، وقام هو بذلك. بدأ يرش كل شيء، قام بعملية الطلاء كلها تقريبا، واستمر في الطلاء إلى أن سمح لي بمساعدته. منزل اللعب يكون مضلعا، وهناك مسافة تفصل بين الأضلاع. كنت أعاني كثيرا وأنا أحاول إيصال الفرشاة إليها، لكن مع Paint Zoom تمكننا من طلائها بتمريرة واحدة. كان ذلك رائعا، فقد تغطت المساحة كلها. كان ذلك أفضل بكثير من استخدام الفرشاة. هذا يجعل المرء يشعر بأنه موهوب أكثر مما هو حقا. فعلنا ذلك كفريق وقد استمتعنا كثيرا بوقتنا. إنها فعلا سهلة الاستخدام وفعالة. مع Paint Zoom يمكنكم أن تكونوا خلاقين دون إحداث أي فوضى، وأريد أن أثبت ذلك لكم الآن. لابد أنكم سمعتم باختبار القفاز الأبيض، وأنت لديك Paint Zoom وطلاء أخضر. قم بطلاء هذا المصباح، سأضع القفاز الأبيض تحته. ابدأ الطلاء. ما ترونه هو قوة Paint Zoom. طبقة واحدة، طبقة متساوية. استمر في الطلاء. نعم، حسنا، انظري إلى هذا. ماذا ترين؟ لا شيء. لا شيء، تعالوا إلى هنا. ماذا ترون؟ لا شيء، لا لطخات ولا بقع وتقطير. هذه هي قوة Paint Zoom. لطالما أردت سياجا أبيض أمام منزل جدتي الصغير، وقد وجدت واحدا وغيرت تصميمه، وقد حصلت على عدة عروض حول كلفة طلائه، وكانت كلها أكثر مما أردت دفعه، لذا قررت أن أؤجل ذلك. وجدت Paint Zoom، والآن لم يعد يكلفني سوى القليل من وقتي وبعض الطلاء. كان ذلك رائعا. أحب Paint Zoom لأن تعبئتها سهلة واستخدامها أيضا، فهي خفيفة الوزن ولم أشعر بألم في ذراعي أو كتفي خلال استخدامها، وقد غطت المساحات بشكل رائع. Paint Zoom تحل العديد من المشاكل، فهي تصل إلى الزوايا والحافات. أحببت النتيجة. Paint Zoom هي أداة رائعة وهي مناسبة للجميع. استخدام Paint Zoom بسيط جدا، لدرجة أنني سأستخدمها على أشياء أخرى. أفكر في طلاء قاربي وسأبني مرآبا جديدا وسأقوم بطلائه بنفسي، فأنا أصبحت أحب القيام بذلك. هذا رائع. أحب Paint Zoom. لقد رأيناها وهي تعمل كالسحر على جميع مشاريع الطلاء. حسنا، لدي خبر لك. هذا مشروع كبير. نعم، لدينا أوساخ وبقع. ما هذا؟ سيستغرق الطلاء فوق هذه المشاكل ساعات بواسطة الفرشاة والبكرة،
لكن حتى مع تغطية بطبقة واحدة من بينت زوم الأمر سهل جدا. كنت أخاف الطلاء بسبب الفوضى والوقت وشعرت ببعض الخوف، لكن بينت زوم سهلة الاستخدام، قامت بتغطية الجدار كله في وقت قصير. كانت رائعة عند الزوايا وسريعة عند الحافات، لم أضطر للتوقف والعودة إلى صينية الطلاء، كان ذلك سهلا جدا. يجب أن أعترف بأنني استمتعت بوقتي. إن كان بإمكانك الضغط على زناد يمكنك الطلاء والاستمتاع بوقتك، لأن بينت زوم رائعة جدا، لذا يمكن للجميع الطلاء كالمحترفين بواسطتها. لذا لما تقبلون بعمل مزعج بينما يمكن لبينت زوم القيام بهذا؟ إنها توفر عليكم المجهود والوقت. هكذا أحب هذا، هذا رائع. غرفة كبيرة واحدة، والمطلوب هو فقط بينت زوم. هذا مدهش، إنها رائعة. ما رأيكم لو يحين دوركم الآن؟ يمكنكم تغيير طلاء منزلكم مع بينت زوم. إليكم كيف تطلبونها.